اشمعنى نفس المطعم؟ ماكو غيره؟ بلا في غيره، بس هذا هادي واكل نظيف. اذا تبي تغير ترى عيوني لك. تسلم عيونك حبيبي. عطنا 2 شوربة عدس و2 سلطة خضراء و2 ستيك مع فطر بس ولدان، ها، و2 كوكتيل. ايش حق منك شيء 2؟ حق حقك فيك سعل بطلب الخليج. وين كنا يا بوي؟ انت يعني ليش ما سألتني شنو ابي؟ ليش طلبت لي على طول؟ اول شيء قلت لي بحلجك. طيب ايش حقه؟ شكلك يفشل. قلت لي بحلجك. رشا عافية على الشرطة. حبيبتي ايش رايك نجدد موعد العرس؟ مو احسن؟ لا ويش حقه؟ لا انا للحين مو زعبة. يبا للعيد وايد؟ والله وايد. لا مو وايد، غمض عين فتح عين تلقى رمضان دش علينا. ها علي خلصت؟ ايه خلصت. وديت التشريب؟ ايه وديته، وديته التمر والفيمتو بعد. انزين ودي الهريس على ما يبي شربه انا. ها ايش فيك تضحكين؟ وي علي صدق انا احب الطبخ وكل شيء، بس ما تخيل روحي اسوي هريس ويريش وتشريب وشوربه. زين ايش قاعد تطنزين عليه؟ عادي بالعكس، اصلا كذي احلى، اسوي كذا نوع من الاكل واحطه على السفره، الواحد اصلا يشتهي ياكل اذا شاف كذي وايد اشياء. ايش فيك؟ لهالدرجه تحب الطبخ؟ اوه اموت على الطبخ انا. صدق علي وايد تذكرني بامي الله يرحمها، كل يوم اكتشف فيك شيء يشبهها. الله يرحمها ان شاء الله. انزين يلا يلا خفيدك ترى بيأذن. يلا كان كاني خالص. يلا اقول انا خلي الجدر هنا. اي خله بعدين اشيله. اي يوهان وين علي؟ بعد وينه؟ يعور في المطبخ. يا علي ريوي كاني ايه؟ طيب ما تعال الله يهداك يقعد. خلصت الشوربة ذوها. هات 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 زعي. يعطيك ليلى. علامه ما شايفك مو طبيعيه كلش. ماكو شيء حبيبي، ماكو الا الخير. علي انا ترى عارفك مو يوم ولا يومين. ايش فيك عسى ما شرفي في شيء؟ اليوم اتصلت بامي ببارك لها بالشهر، سكت ابوي قالت لي اللهم اني صايمه. ما عليه حبيبتي، ان شاء الله اول ما ارجع من المسجد نروح كلنا نبارك لها بالشهر. وخالتي بدري انا اعرفها، هي طيبه وقلبها ابيض وبسرعه راح ترضى، بسرعه راح تطخ. مو اي والله حبيبي، وانت ساج امي قلبها قلب سمكه بسرعه تنسى. صاج يلا تبي شيء؟ سلام. يلا أنا خليك. الله حافظك. ما شاء الله، هذا أول يوم رمضان ولا جوع ولا عطش، ها؟ إيه الحمد لله الحمد لله، عسى الله يتمم علينا كذي إن شاء الله. يا باي. هلا يا باي. متى نملك إن شاء الله؟ إن شاء الله قريب يا باي قريب، بس المهم لازم الملكة في المحكمة. أنا مها لازم توكل للقاضي، والقاضي هو اللي يعني. علاوي أشوفك مستعجل، شو السالفة؟ ما أدري بعد، يقول لك خير البر عاجلة. دام خير البر عاجلة أنت متوفي عيل. حسنو أنت الحين تنصح أخوك، انصح نفسك. يلا ها
هم نفسك وتزوجوا كلكم بنفس اليوم. يبا انت من صدقك يبا، ترى انا ملح البيت، انا احلى واحد بالكويت. لا يبا لا يبا، كلمت ريم ان عقب العيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عليكم السلام. سلام ورحمه. يما رشا انت بتروحين بيت هالريله كذي؟ هاي ما ليش فيني؟ وين هدومك اللي شريتها من الجناح الاخضر؟ ايش كثرهم ما شاء الله؟ موجودين موجودين، بس انا عجبني لبسي كذي. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. هلا عليك. هلا بنسيم. هلا يبا. هلا هلا هلا. اخبارك؟ سريع طول بعمرك. شلونك؟ الله يسلمك. شلونك؟ حسين شو اخبارك؟ هلا هلا هلا. زين سلم. لا لا طلع مو توفي. الولد ما يوز. مالك شغل فيك الا كذي. وبعدين يعني لمتى بتتم كذي يا يمه؟ كله ضايق خلقك وحابس روحك بهالدار. ما ادري يمه، ما ادري يا يمه. اول ما دريت كنت زينك وقلت الحمد لله، هذه كتبت الله وحمات ربك وشكرته. شو اللي تبدل الحين يا يمه؟ ليش انقلب حالك مره واحده؟ ماني مستوعب ان رشا راحت مني، ماني مستوعب ان انا ايش كثر متعور. أول كم يوم كنت وايد قوي، كنت أقول بالطقاق خلت تروح، بس الحين يما لا، كل ما أفكر فيها أحترق، أحترق يا يما. إيه بس يا يما، بيدنا نكبر الشاي وبيدنا نصغره، والدنيا ما توقف لا على رشا ولا غيرها. يما شلون تبيني أنساها؟ وهي كل لحظة جاية ببالي. تعود من إبليس يا يما، واذكر الله، وحط في بالك، دام الله مو كاتبها لك، خلاص يا يما لا تطريها انساها. الحين هي يا يما على ذمة ريال، وليات على بالك قول الحمد لله رب العالمين، الله يسر عليها ورزقني باللي أحسن منها. الله يسر عليها ورزقني باللي أحسن منها. بدري ايش فيك الله يهداك؟ ماني خابرتش عسرة كذي؟ شنو عادتك؟ شوفي عاد، لا عادتيني ولا عادتك، انا ما احب الغلط. وي بنت اسم الله عليها توها صغيره تدفن عمرها بالحياه ليش؟ اي والله الف من يتمناها. يا يما يا حبيبتي انا ما ابي هالالف، انا ابي واحد وطلعت فيه من الدنيا، ابي فهد وبس. بدريه لا تسوين مثلي، يا معانت وكابرت وتحسفت عقب ما لعوستهم، بس خلاص لا تسوين كذي، خليهم على راحتهم، ما لك شغل فيهم. الحين تبيني اشوف بنتي تعابل وتشيل برايلها من مكان لمكان وتقولي لي خلهم بحالهم مالنا شغل؟ شلون مالي شغل؟ الله يهداك يما، اذا انا ما عابلت ريلي وشلته وحطيته وحفته حوف، من اللي بيحوفه؟ ويا رب بنتي بعد، دام انك راضيه روحي قومي معاه بالطقاق اللي طقك، ايش حق جايتني من اصله؟ خالتي احنا نبي رضاك. بدريه أدري إنها بنتك وأدري إن فهد حسبة عيالك حسين وعلي، بس خلاص لا تكابرين. ماما بدرية أنتي ليش ما تحبين أبوي؟ وي 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 يمه، منو قالك ما أحب أبوك؟ لا يا يمه، أبوك حسبة ولدي مثل ما قالت ماما غنيمة. ليش تبين ننام عندكم وينام هناك؟ وي بسم الله عليها، الولد هالطولة وقاط أذانية علينا ويتسمع، لا إله إلا الله. لا يا يما خلاص خلاص، كلكم بتنامون مكان واحد. بسم الله عليه. يعني خلاص يما رضيتي عني؟ راضية بعد شو أسوي، أمري لله. أنا كذي أطنقر لي يومين ثلاثة وبعدين أهدي وارجع مثل أول. روحي. عسى عمرك طويل. يا بختك، يا ريتني مثلك بس. قنيمة قل اعوذ برب الفلق تنظليني. وي ما شربت شيء؟ يبي ماي خل اشرب من وراها. وي قولي لا اله الا الله. انا صدقش لا اله الا الله. وي رشا عاد اذا قعدتي بين اهل هناك صدقش لا اله. زين يبا ان شاء الله. وعلتك انا ادري انتي ما تقاومينها، بس ما يخالف حاولي، حاولي توخرين عنا شوي. قطين زين ضحكتك عاد ما تاخذين راحتك وايد، ما يخاف حبيبتي عشاني. ان شاء الله مبارك. رشا مو تزعلي مني، انت عارفين اهلي يدققون على كل شيء، وانا ابي مرتي تصير احسن واحده بينهم. حاضر رشا، احبك.
صباح الخير يما. هلا هلا يما، هلا هلا صباح النور. هلا حبيب قلبي، عسات من العايدين والفايزين ينظر عيني. هاي يما رايح الصلاة؟ اي يما، ليش بغيتي شيء؟ ابي سلامتك. ودي يا يما اقول لك شيء، بس يما مري اخاف اتضايق. لا يما ما راح اتضايق، قولي. البارحة خالتك بدرية كلمتني وقالت لي انها ولهانة علي وايد، ما ادري ما عزمتني اليوم على الغداء. هي يما عليكم بالعافية، بس انا ما راح اجي معكم ولا تحنين علي. لا يا يما، حتى انا ماني رايحة، بقعد معاك وبسوي لك غدا العيد وبنتغدي معان وانت. بس يما. بس شنو؟ ما ادري يما، سألت عن رشا وقالت لي ان عرسها عقب اسبوعين وعزمتني بعد. ايه الله يستر عليها ويرزقني بوحدة احسن منها. صدق انا كنت احبها وابيها، بس الله ما كتب. بارك الله فيك يا ولدي. ايه هذا الكلام الزين اللي برد القلب. كل هذا تعلمته من لولو. الله يخليك ذخر يا يمه، وبخرك معرس. قول امين يا رب العالمين. امين. يلا يما، انا ماشي. تبي شيء؟ ابي سلامتك يمه، بس ما ابيك تمر على الصيداوي تجيب لنا يمه شويه حلاوه، رهش، غريبه، زلابيه، كذي يمه حق العيد، قدوع العيد. ان شاء الله على هالخشم. سلام خشمك يمه. يلا مع السلامه. ثاني ابخرك معرس ان شاء الله يا رب. يلا مع السلامه. الله يسلمك يا نظر عيني. حبيب قلبي يمه. الحمد لله اللي الله بلغني يا رب. وين على الله شنو ها؟ شال جنطة؟ ها؟ يبا عيدك مبارك. عيدك مبارك. يبا وين عيديتي؟ عيديتك حبت راسي خلاص. وين بتروح وين؟ يبا أنا رايح مسافر، مسافر أسبوع راد. مسافر وين في؟ وين مسافر؟ يبا رايح تايلند، الربع اتصل فيني قال له تعال تايلند في شباصات شبليت، فلازم لحق عليهم. مجنون هذا ولا عاجل؟ عجبك ما قلت لنا، ما شاورت احد، بس شيخ ضفه كله. يبا صارت فجأة صارت، الربع اتصل فيني قال في شباصات شبليت، بعدين انا ابي اصير اول واحد في الكويت. يمكن انك خبل من صاحب، عجبك شاورتنا، شاورت ديانا، شاورت عمك ابراهيم. يبا والله صارت فجأة، بعدين شباصات شبليت، ايش فيك يبا ايش فيك؟ زين حسين الحين انت شلون تروح وتخليني؟ ترى كلها كم يوم املك انا. ايش دعوه عاد انت مالك على ديانه؟ يعني ايش اسوي لك يعني؟ ايش فيك انت؟ يبا شلون؟ مبروك. الله يبارك منك المال من العيال، زين؟ لا بس تعال صدق، ترى ما يصير، انا بروحي ذيك المره لما تزوجت كنت بامريكا بروحي بغربه ماكو احد، الحين ابي كمي عاد. انت متوفي اهد شباصات الشبليت، اجاب لك انت ومها؟ سنو عاد عقل، سنو اسمعني. ها بعد زواج اختك؟ ملاك انا، ملاك ايوه ملاك خلاص عاد اسبوع وراجع زواج اختي بعد اسبوعين. طيب روح بس حط بالك. دير بالك ها، دير بالك. مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة، الله يحفظك. يلا يبا يلا. الله يحفظك يا يبا، الله يحفظك. يلا يبا تعال تعال. وبداية مع أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد، وأقول مرة ثانية. تبي الصدق عاد؟ ولدك هذا مو صاحي. أكو واحد يسافر فجأة كذي بدون ما يقول؟ والله صدقته مو هو صاحي، بنطلع عليه، طلع عليك أنت تربيتك. يوزعني عبد الله عاد، يلا عاد، والله. أقول أبو حسين ما قال لك هو ليش مسافر؟ إيش طاري عليه؟ يقول عندنا شغل هناك بيه بشباصات تشب. دام كذي الله يوفقه إن شاء الله. زين عمي عبد الله، هو ما قال لك متى بيرد وين بيسكن وشلون إذا بندق عليه؟ لا والله ما قال لي، بس أكيد بيسكن فندق أبوي فندق. هي إيش دعوة صاير؟ خايف عليه يطير يعني؟ يوم طار وخلص بعد. حمداني. أحمداني خالك يناديك، قوم يما. تعال عطني بوسه يا الهيس. يلا بعد واحده بسرعه، ايش فيك؟ بوسني عبالك بعطيك عيدية كذي انا بس. تعال هاك، هذه كلها حقك، عليك بالعافيه. خالي ابي خضره. يا با احمد، اخذ من خالك وقول له مشكور. يا با لا تشرط، عيب. وعلي اول مره اشوف نطو 20 كلها خضر. يلا روح حليله. شاطه زنطه الخير وايد. وين الشاي يبا؟ ودي اصبر اشرب عصيرك اول عشان يجيب الشاي كله ورا بعض. ما تبي كان قلت من اول صرتي بخيله.
احتمال. ما ادري يعني يمكن إيه يمكن لا. يعني ما تدرين اذا تحبين ولا لا؟ ما ادري، قلت لك احتمال. ما عليه. الحكي هذا يجي مع العشره، مو بيوم وليله ولا بثلاثين يوم. ولو عرفتيني اكثر راح تحبيني وتموتين علي. لا غلطان. اصلا الحب ما يجي مع العشره. الحب ممكن يجي بلحظه. لا اصلا ممكن يجي بثانيه بعد. والثانيه هاي تعبت حياتك فوق تحت. هذا كلام فاضي. حكي افلام وروايات، وانا ما اعترف فيه. الحب الصجي اللي مع العشره والمواقف اللي تصير بالزواج، مو هالكلام اللي تقولينه. زين انت عمرك حبيت؟ وشان حبيتني؟ ومتى؟ وش حقه؟ من اول ما شفت عيونك. تبريت بمكاني. اصلا امك وخالتك طالعوني انا مبطل حجي. يعني انت حبيتني عشان حلوه؟ انت اصلا مو حلوه. انت تجننين قمر. زين شو تحب فيني غير شكلي؟ شو احب فيك غير شكلك؟ شو احب فيك؟ لبسك؟ انت ما شاء الله عليك وايد ذويقه. عم هذا شكل غيره. عاد الباجي مع العشره مو بيوم وليله. انت بس لو سمعين كلام تغيرين كم شغله تصيرين خوش بنت ومسكته. عشتو؟ ايش تبيني اغير؟ أول شيء صوتك العالي اللي الكل لازم يسمع إذا تحكيتي، وثاني شيء العلج اللي بحلجك اللي متى قادرة تخلين عنه، وثالث شيء عاد الشامة آخ اللي ليه شفتك أنت حاطتها ودي ألتك كف ألزقك باللي وراك. والله 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 كل هذا وتحبني؟ إيش بقى فيني عشان تحبه؟ أنا أحبك وأموت عليك، بس ودي تصيرين أحسن وأحسن. اللي يحب أحد صدق يحبه مثل ما هو ما يغيره، ويحب فيه حتى أداريبه. أنا حاس وراح السفرة بلوة، مو داش مخي إنه سافر علشان شغل. عمي أنت تحاتي، حسين ماسك علينا شيء؟ يخسي يمسك علينا شيء، أنا اللي ماسك عليه أشياء وايد، ولو تكلم أودي ورا الشمس. إنزين علي ليش هامك حسين وين مسافر؟ لازم علشان أفهم وحسب حسابي، حسين هو صدق تثوي، بس شغلنا هذا علمنا لازم أكون حريص على كل شيء وحسب حساب الصغير قبل الكبير. عدل عدل كلامك عمي. خلاص انا بشوف اذا وصلنا اي خبر على طول راح ابلغك. ترى طيحت عبد الله وشركته قربت، يعني ما يطوف شهر 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 وشويه الا باط على راسه. ها شلون عمي؟ ديون الشركه طافت اصولها، وحسينو الدثوي ضيع كل الفلوس اللي اعطاهم اياه ابوه. تصدق امس قعدت مع المحاسب وقعدت اضحك، الاثول ضيع فلوسه على صفقات ما تسوى. صدق والله؟ وشربك روحه باوراق وفواتير مزوره، ما لها اول ولا تالي. يعني الحين عمي حسين الفلوس اللي باقيها كلها من ابوه خسرها كلها؟ اللي باقيها واللي اخذهم من ابوه. اقول لك ثور ما يفهم. واحنا عمي شلون وضعنا بالشركه؟ احنا الحمد لله بالسليم، كل شيء تمام. شركه عبد الله بدات تخسر، ومن الطبيعي افصل شركتي عن شركته واحول الخساره كلها وين؟ على شركه عبد الله. هذا حسب الاتفاق اللي بينه وبينه، وهو موقع العقد بروحه. يعني خلاص مركب وحسين طبع؟ لا لا تو الناس بس جريب بيطبع وبيقوع مره واحده وبيقر معاه عبد الله وحسين. الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حاجيج
ترى المطعم اللي بروح له الحين اذا طلع محل انا مالي شغل، مبارك هو اللي مدح لي، انا عمري ما دشيته. عادي يا صانة مو يعانا. مو يعانا ولا تسوي روحك ذربه؟ هوش حقه. بعد انت طالعه على رشا، رشا كل يوم تطلع مع مبارك تتعشى معه، اول ما ترجع البيت سيده المطبخ. اقولها انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ ترى البلعه الزايده مو زين. شو تقول لي؟ تقول لي ترى انا ما كليت هناك، استحي اكل قدام الحمد لله والشكر. اي والله صاج. لا عاد انا مو كذي. انت غير عن كل بنات الارض. ايش فيك خوصر؟ زوجتي فيك؟ علي خلاص فوز عني، ترى استحي. زين ما تبين تعرفون ليش انت غير؟ ليش؟ من وين ابتدي؟ من ذكائك ولا من تفكيرك ما شاء الله عليك؟ انت بس قولي لي من وين ابتدي وانا حاضر. علي؟ تحبني؟ احبك نص. انت اكو احد يعرفك وما يحبك؟ اكو احد يعرف انت شلون تفكرين وما يموت عليك؟ ما يصير. علي خلاص تكفى، ترى صدقني انت فخ راسي وانغر عليك. عشان اصكك كف انت فخ راسك، شنو هذا؟ هذا اللي ناقص بعد. صدقين عاد كل يوم احس اني غبي لما بديت بنات ديرتي وخليتها. صدق عاد انا الحمد لله انك خليت مرة عشان تعرف قيمتها. الحمد لله على السلامة. بس راح ما وصلك الخبر ما شاء الله. اي ما صير رشا وامك يقولون لي اول ما توصل. حسين ما تقول لي شو السفرة اللي طلعت فجأة؟ شغل. شغل؟ شغل بالفير؟ أنت تقص على منو؟ ريم تكفين، ترى صوت الطيار للحين بذوني، ترى ما لخلق. تبي تهاوشين بعدين؟ ما أبي أتهاوش يا حسين، بس أنا مرتك مفروض تقول لي. وليت، إيش رأيك أقول لك أبلة ممكن أسافر؟ إي ما فيها شيء، مو أنا مرتك وحبيبتك. ريم حبيبتي سافرت كم يوم، صار شيء ما صار شيء. إنزين حسين متى نتزوج؟ امي وابوي كله يسالون نبي نجهز عقب عرس رشا ان شاء الله. انت للحين تبيني؟ انا ناطره اليوم من زمان، اكيد ابيك. نسيتي؟ لا ما نسيت، شكلك انت اللي نسيت. ريم انا احبك واموت فيك، فهمتي؟ اي فهمت، بس انا خايف تتحسفين. تحسف على شنو؟ انش تزوجتيني. متوفي. باسل انا بطلع الحين، ما تبي شيء؟ يا 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 شو الكشخه؟ يا وين وين الكشخه؟ خل الكشخه لكم. لا يما انا متاكد اليوم راح تسكر على البنات كلهم. زين اقول باسل يما اذا انت زعلانه وحاط في خاطرك يا يما، ها ماني بروح عرس رشا. يا الحين الحين اقطع الهدوم زين واشيل شعري وعفسه وارده مثل الاول والبس دراعتي واقعد معاك. لا يما ايش دعوه، خالتي بدريه حسبت اختك لازم تروحي لها. لا يعني انا قلت يمكن تحط في خاطرك او شيء، يعني خلاص ما في داعي اروح يما. لا يما انا مو زعلان كلش، وانا خلاص رشا نسيتها، روحي استانسي وبيش ترقصين بعد. ويني وين الرقص الله يهديك، خلني اقدر امشي اول. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يما. زين ابوي الحين اكل سايقه انطرني عند الباب، انا بروح. انت متاكد ما تبي شيء؟ لا يما سلامتك. الله يسلمك يا بعد عمري. روحي استانسي يما روحي. الله يسلمك حبيبي.
عشان شفيك؟ شفيك مغلقة؟ مغموتة، ما أدري، حاسة ما أقدر أتنفس. إنزين إيش منه؟ ما أدري، حاسة بقمته، حاسة إني أنا سويت شيء أنا مو قدم أهوي. ريل وعيال ومسؤولية، لو فوق هذا ريل ما أحبه وأحب واحد ثاني غيره. شو حبيبتي شفيك؟ قاعد أحس إني قاعد أرجف. رشوم وقتها الحكي خلاص. صدقيني باكر بتنسين باسل وبتحبين مبارك والحياة بتمشي. منو قال إنك إذا ما خذيتي باسل بتموتين؟ ما ردك بتنسينه. أنسى؟ تتقصين على نفسك وتقصين علي؟ كان أنت نسيتي علي. رشوم أنت الحين على ذمة مبارك وما يصير تفكرين بغيره. خلاص انسي. بعدين أنت اللي اخترتي هالشي، لازم تتحملين. عدل، خلاص أنا بتحمل. أهدي. عدل أحمداني، سقرتي. هذا الساعة المباركة يا أبو مبارك، شرفتونا. الله يبارك فيك، ساعتك أبرك يا أبو فهد. الله يسلمك. أقول والله مبارك، كبرونا أهل أهل. أمس يا أهل الكبيناتة، واليوم ما شاء الله معرس، ما شاء الله، وباكر يجون عيال. الله كريم إن شاء الله. يا الله أقول العفو والعافية. عدل يا أبو فهد. عدل عدل. عسى ما شاء الله أشوفكم تضايق. ما فيني شيء، راسي عورني الحين. أنا قاعد أسولف ويا الريال، ترتز بيني ليش؟ حقه يعني. شلون يعني؟ متى يخلصون؟ ها متى؟ إيش فيك؟ أمي قالت لما يخلصون راح يتصلون فينا. بعد أنت إيش فيك؟ اصبر، ما وراك شيء. شو ما وراي شيء؟ بعد شلون تجهزون؟ ترى رشوع وتشبريت ضعيفة خط، ماكو شيء. أقعد أقعد. بصراحة أنا شايف روحتنا حق عرس الحريم ما لها داعي. أفا يا فهد، ما تبي تمشي وراي بزفتي؟ لا 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 لا، فعليك تستاهل الطيب انت. علي يبا اتصل فيهم قول لهم متى بنروح لهم الفندق يبا. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا، خليك خليك، انا اروح اشوفه. اوكي، عطني باسة. كفو. الو. هلا مبارك. لا ويته والناس. انت قولي لي الحين شلونك؟ شنو حاصل في؟ اسكت، ميتة من الخراك، كل ما مني تنحفظ. على شنو مصدش انتي؟ داشة حرب ولا رايحة عرس؟ هدي هدي، ترى ماكو شيء يسوى. مبارك، بسألك سؤال بس أبيك تجاوبني بصراحة. بس سؤال؟ يبقى قولي عشر. قولي عشرين، أمري بس دللي. شنو؟ إيش كثر تحبني؟ شايف البحر شو كبير؟ أدى البحر بحبك. ويسكت الله يقطع سوالفك، ضحكتني. ويع، ايش هالضحكة؟ ضحكتك خايسة تجيب المرض. أنا ايش قلت على الضحكة؟ خير؟ كم مرة قلت هالضحكة؟ هالضحكة؟ ضحكتك تفشل وخايسة. شفيت صخيتي يكون زعلتي بعد؟ لا ويش دعوة، شك أزعل من قدي اليوم أنا، بتصيرين بس حقي أنت لو بس تغيرين ضحكتك والله صيرين خوش بنت.
شوفوها بنات بالحمام. ماكو احد. شنو؟ شو ماكو احد؟ رشا؟ انزين ويا عاد انزين ياي ياي رشا يا حسرتي يا حسرتي يا قرادة حظي شو اقول لابوها شو اقول لاخوانها شو اتحكى قدام الناس ادريه بس عاد ايش فيك انتي يعني لو سويتي كذي بترتاحين خلاص اللي صار صار حسبي الله عليك من بنتي يا رشا شو ما سويتي وجهي قدام الله وخلقه حسبي الله عليك يا رشا تعوذي عاد من ابليس يا بدريه لا تقعدين تدعين عليها بعد مهما كان هذه بنتك لا هي بنتي ولا بعرفها يعل الموت ياخذها قولي امين حسبي الله عليك يا بس بس شيش انتي اخاف انتو بس غصبين على الزواج ولا شيء كان زيني غنيمه اقول اللي سويته معها عق بس هي اللي جايتني بريولها تقولي ما انا موافقه على الزواج الله يهداها بس ليش سويت كذي عيال ايش فيها حسبي الله عليك يا رشا سويت وجهي بس حسبتي تقعدين تولولين عليها ابي اعرف وين نزفت بس وين راحت وين دربها وين طريقها زين بس بس عاد طالعي مني ولا مني ان شاء الله بتحصلينها يعني اللي سويته صح الله يهداك لا ما لومك انا ما لومك يا بدريه ما ادري انا نفسي ما ادري ايش حق اسوي كذي يمكن اني حسيت انك ما تحبني كنت ابي اقهرك كنت ابيك تتحسف انك ضيعتني ولا تبيني صار قهرتيني وكل يوم كنت اموت لان صرت حق غيري ما ادري ايش حق جايتني الحين ما تحسين لاني احبك وما في غيرك شو عقبه تحبيني شو عقبه باسل انا يا اكون لك يا ما ابي اعيش انا ادري ان انا غلطانه والله العظيم غلطانه انا كنت ابي غيرك كنت ابيك تسمعني حكي حلو كنت ابيك نفس الصوره اللي ببالي
هو لما يعني اللي ببالي ما قدرت أحبه. بس أنا عرفت إيش كثر أنت تحبني الحين. سامعني الله يخليك سامعني. أنا عمري ما حبيت أحد كثر ما حبيتك. ودي إنه ما حد راح يحبني كثرك. أبو سيدك تقبل والله العظيم أحبك. وأنا ما أحبك. أكرهك. وعمري ما راح أسامحك. فهمتي؟ عمري ما راح أسامحك. أبو سيدك تقبل لا تقول كذي الله يخليك لا تقول كذي. أنا أحبك. أنت خلاص طحتي من عيني. طحتي من عيني لما لعبتي فيني وبقلبي. طحتي من عيني لما حطيتيني بميزان مع واحد ما تعرفين الا حسابه بالبنك. اكرهك، ما ابي اشوفك، اكرهك. كذاب. انا لو مو متاكده انك تحبني كان ما هديت اهلي كلهم ويتك ركض. انا لو مو متاكده انك راح تسامحني كان ما جيتك جنين هنا. ليش انانيه؟ لانك انانيه، ما تحبين الا نفسك. بعتيني مره وراح تبيعيني 1000 مره بعد. هم كذاب. حط عينك بعيني وقولي ما احبك. حط عينك بعيني وقولي ما ابيك. حط عينك بعيني وقولي ما راح اسامحك. ما احبك وما ابيك وعمري ما راح اسامحك. يلا زلفي برا. زلفي برا ما ابي اشوفك. الله يخليك. يلا برا زلفي زلفي.